أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة للسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريصة على تطوير الخدمات الحكومية من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث آلياتها في كافة القطاعات لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة. وأوضح الوزير بأنه تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم الانتهاء من تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، مبينا بأن عملية التطوير في الوزارة استندت إلى أهداف ومعايير موضوعة تتماشى مع التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها. وأشار سعادته إلى أن عملية التطوير هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات، مبينا بأنه تم تطوير 42 خدمة بالإدارات المختلفة في الوزارة من خلال تقليل خطوات التقديم وتقليل المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة، بالإضافة إلى تبني التحول الإلكتروني بما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار بكل سهولة ويسر. وذكر سعادته بأن الوزارة أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية في نظام التراخيص التجارية سجلات الإلكتروني بهدف تحسين واجهة تجربة المستخدم لهذه الخدمات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات. مضيفا سعادته بأن تم تطوير أكثر من 30 خدمة إلكترونية بإدارات التسجيل بالوزارة، ومنها آليات تسجيل ومتابعة المعاملات الخاصة بأنشطة الموزع المعتمد وخدمة تغيير أو تحديث بيانات الأفراد المسجلين في الشركات التجارية. هذا وضح سعادته بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة قامت بتحديث خدمة الإفصاح والتعهدات الإلكترونية الخاصة بأدوات القياس عبر التحول الإلكتروني الكامل للخدمة وتحسين واجهة المستخدم وتجربته من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد المعلومات المتعلقة بها في جميع القنوات. توفر مملكة البحرين بيئة آمنة وبنية قوية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أتاحت هذه المقومات الرقمية مساحة واسعة للتطوير في هذا المجال، وتمكنت وزارة الصناعة والتجارة من تطوير خدماتها الإلكترونية وجهودها المبذولة في هذا النطاق بهدف تسهيل الإجراءات وخلق فرص وبيئة متكاملة للعميل. خدمات عدة طورتها وزارة الصناعة والتجارة جاءت لتؤكد نهج الاستدامة الذي تمضي فيه المملكة على أساس صلب، إضافة إلى تحقيق قدرة تنافسية عالية، وذلك من خلال تعزيز مكانة مملكة البحرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتطبيق العدالة بتوفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستهلكين. توسيع نطاق التعاملات الإلكترونية يؤكد سير وزارة الصناعة والتجارة على استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بشكل إيجابي وفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة. مرحبا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. إذا ما هي الآلية والمعايير التي تبعتها وزارة الصناعة والتجارة في تطوير خدمتها لتتسق مع مبادرات الحكومة في تطوير خدمتها؟ إيه نعم، مساء الخير عليكم أولا وعلى المشاهدين الكرام. في البداية نشكر لكم الاستضافة في نشرة الثالثة بمركز أخبار تلفزيون البحرين. لا يخفى عليكم بأن تنفيذا للتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء المؤقر في الاستمرار بتطوير العمل في تقديم الخدمات الحكومية، فقد حرصت وزارة الصناعة والتجارة على مواصلة العمل على تطوير أداء وجودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين، ترسيخا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. نعم سعادة الوزير، كيف تقرأ نجاح هذه الخطوات التطويرية من خلال سرعة إنجاز الخدمات وقياس الأثر؟ عملية التطوير هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بتطوير 42 خدمة مثل ما ذكرت بمختلف إدارات الوزارة،
وذلك من خلال تقليل خطوات التقديم، بالإضافة إلى تبني التحول الإلكتروني. كل هالأشياء طبعا تعزز من البيئة الجاذبة للاستثمار وبدء الأعمال، ويمكن ويسهل المستثمرين ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر. فأولا تم إطلاق حزمة جديدة من الخدمات اللي تقدم عبر نظام التراخيص التجارية اللي هي سجلات التجارية الإلكترونية، بهدف تحسين وتطوير أكثر من 30 خدمة إلكترونية بإدارة التسجيل بالوزارة، ومنها آلية تسجيل ومتابعة المعاملات الخاصة بأنشطة الموزع المعتمد اللي هو قرار جديد، وخدمة تغيير أو تحديث بيانات الأفراد المسجلين في الشركات التجارية. ثانيا قامت إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بتطوير خدمة إصدار بطاقة صرف الطحين المدعوم لأصحاب المخابز الشعبية والآلية، واللي تم تحويلها إلى خدمة إلكترونية، في السابق كانت غير إلكترونية، وتم تقليل طبعا فترة الانتظار اللازمة لإتمامها. وثالثا تم تطوير عدد من خدمات العلامات التجارية واللي تقدمها إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية في وزارة الصناعة، وذلك بهدف تعزيز كفاءتها. رابعا وعلى السياق نفسه، قامت إدارة الفحص والمقاييس بتحديث خدمة الإفصاح والتعهدات الإلكترونية الخاصة بأدوات القياس عبر التحول الإلكتروني الكامل للخدمة، وتحسين واجهة المستخدم وتجربته من خلال تبسيط الإجراءات، وكذلك توحيد المعلومات المتعلقة بها في جميع القنوات. وأخيرا تم إعادة هندسة إجراءات خدمتين في مركز فحص المعادن الثمينة بالوزارة لتعزيز الجودة والتنافسية وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات. وختاما حب أؤكد على أن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة ضمن فريق البحرين في عملية تطوير جميع خدماتها. نعم. شكرا على الاستضافة مرة أخرى. نعم نعم سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.